مرة أخرى مشاهدينا الكرام، دائما معكم من مدينة فاس، دائما على المباشر. معنا الشباب والإخت الشباب، فاش كتشوف هذا الحماس في الشباب وأنهم كيفكروا في الناس ديال المغرب العميق، كيفكروا في الناس ديال الجبال، كيفكروا في الناس اللي كطيح عليهم الثلج وما كيلقاو معين من غير بحال هاد الشباب، من غير هاد صحاب الخير هذا. إذا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينة فاس. معنا وليدات ميسور جايين ضياف لمدينة فاس في واحد الحملة اللي هي ديال دايرينها تحت الشعار دفء من أجل الناس ديال جبال الأطلس. غادي نخليو رئيس الجمعية يقدم لنا الجمعية ويقدم لنا الأسلوب بلا ما نقدموها حنا. عليكم تحية الساكنة ديال المغرب وناس فاس العزاز، شكرا لكم بزاف على الاستضافة. معكم إدارة المنظمة الوطنية للإغاثة والإنقاذ والتدخل السريع مدينة ميسور. اليوم وفي إطار حملة الدفء الإقليمية اللي تنديروها بإقليم بولمان، جينا نزوروا مدينة فاس باش نتلاقاو مع الإخوان ونتلاقاو مع الناس اللي غادي يساعدونا في الحملة. الحملة ديالنا إن شاء الله غادي تستهدف مجموعة من المناطق والدواوير في جماعة بولمان. كاينين عندنا مثلا منطقة ايت بازا، منطقة ولاد علي ويوسف، هاد المناطق اللي تيعانيو من البرودة، تيعانيو من بزاف ديال الحوايج. اليوم تنتوجهوا بواحد النداء للساكنة ديال المغرب كامل انهم يساعدوا الجمعية، يساعدوا هاد الشباب هادو، يساعدوا الجمعية من اجل من اجل دوك الناس، لان الجمعية غير هي مسكينة واحد الوسيلة اللي كتوصل كيقال الاخر كتوصل الامانة لمواليها. يعني احنا محتاجين ان الناس يساعدونا اننا نوفروا لهاد الناس ملابس، يعني كاين عندهم البرد بزاف، بغينا نوفروا لهاد الناس اغطيه، بغينا نوفروا لهم قفف غذائيه، يعني الناس تيعانيوا في هذه الفتره هذه. ان شاء الله غادي تكون حمله طبيه اللي غادي تستهدف هذه المنطقه، غادي ننظموها بشراكه مع الصحه. بغينا الساكنه ديال المغرب يتفاعلوا معنا يساعدونا، لان تلقاو اشكال اننا نوفروا ترونسبور باش نوصلوا لديك المنطقه، نقدروا باش نقدروا نساعدوا دوك الناس، بحكم ان المنطقه بعيده، بحكم ان كاين الثلوج، كاين بزاف ديال الحوايج. يعني الناس هادو تينتظروا منا وتينتظروا من الساكنه ديال المغرب اننا نوقفوا معاهم في هذه الفتره هذه ديال البرد. بغينا واحد المساعده من اننا مرحبا، واحد المساعده. شنو النوع ديال المساعده؟ يعني بغينا نوفروا لهم ملابس، يعني ملابس الاطفال، ملابس الامهات، ملابس الاباء، لان في هذوك المناطق قليل اللي تتلقى اطفال عندهم ملابس. حنا بحكم اننا تنزوروا المنطقه تقتي مرات تلقاو يعني اطفال تيمشيو بالحفه في البرد، يعني ومنطقه راه صعيبه، راه يعني هنا مدينه فاس راه رحمه الله على دوك المناطق. واش هذه كتكون اول بديره؟ لا، هذه البديره الثانيه، الحمد لله هذه البديره الثانيه. البديره الاولى استهدفنا جماعه ولاد علي ويوسف، كانت حوالي 200 اسره اللي استهدفت، اللي كان فيها قفف غذائيه، كان فيها ملابس، كان فيها تنشيط لدوك الاطفال باش ما تيحسوش بالفرق علينا حنا اللي ساكنين في المدينه. هذه البديره الثانيه ان شاء الله غادي تكون فيها 1000 اسره مقسمه على جوج ديال الجماعات، كاينه الجماعه ديال إيموزار مرموشه وكاينه الجماعه ديال ولاد علي ويوسف. هاد الاسر هادو تينتظروا منا اننا نوفروا لهم ملابس الاطفال، محتاجين اننا نجمع لهم بطانيات يعني لهاد 1000 اسره، وفي نفس الوقت غنوفروا لهم قفف غذائيه باش نقدروا على الاقل نخفوا عليهم واحد شويه من هاد المعاناه ديال البرد. فاش جيتي لمدينه فاس واش لقيتي شي استجابه من الناس المحسنين، من الناس اللي باغيين يديروا الخير؟ الحمد لله كاينه استجابه من الناس، تواصلنا مع ناس، جينا عند ناس محسنين اللي ساعدونا وقفوا معنا وبداوا الرغبه ديالهم انهم يساعدوا الجمعيه ديالنا، بحكم ان جمعيه شابه وعندها ما تقول في هذا المجال ديال العمل الخيري. يعني لقينا واحد الاستجابه زوينه من الناس هنايا. الاخ توي هذا ممكن؟ ممكن الاخ يهضر الا بغى. خويا بحكم انتم في هذه الخدمه وفي هذا السيناريو هذا، واش كتلقى راسك في هذا الشيء؟ كنلقى راسي في هذا الشيء باش نعاون الناس اللي محتاجين، انهم الناس اللي ما عندهمش نعاونوهم، وهادي ونعاونوا الناس اللي في المناطق اللي بارده، وهادي المعاناه رغم الصعوبات، كاين البرد وكاين الطقس صعيب تماك بزاف، وباغيين حنا نعاونوهم بزاف. المهم نعاونوهم ماديا، نعاونوهم في كل شيء، الحوايج في الملابس، في جميع الحوايج المهم اللي توفر لدوك الناس، حيت دوك الناس كيبقاو فينا بزاف مساكين، الحوايج ما عندهمش، وقت عندهم بارده، ما لا ليكات لا حتى حاجه. انا كيأثر فيا هذا الشيء بزاف، ملي كنشوف داك الناس اللي في المناطق البارده كيأثروا عليا بزاف، وما كنقدش باش نهضر عليهم، حيت انا انسان بحالي بحالهم.
اليد قصيره كيقلقوا، يا يد قصيره، وكون كان عندنا شي حاجه باش نعاونوهم نعطيهم الملابس نشريوهم اللي بغاو، نفرحوا دوك الناس، دوك الناس اللي في المناطق البارده نعاونوهم. شي واحد شي حاجه كتشوفو كيضحك وفرحان كتحس بها، كنحس بالراحه جسديا، كنحس بان درت واحد العمل خيري خيري مع الله، مع الله لا مع العبد. المهم حنا باغيين نعاونوا دوك الناس، الناس كيبقاو فينا بزاف، وحنا باغيين نوصلوا لهم ملابس ونوصلوا لهم اغطيه. حنا انا كون كان عندي ماديا غادي نعطيهم، نتعاون معاهم بجميع الحوايج، نتعاون معاهم بان كيبقاو فينا بزاف، كيقطعوا لنا القلب ديالنا، حيت حنا مغاربه، حنا مسلمين، حنا اخوان في الدين، خصنا نعاونوهم. انا كون كان عندي غادي نعاونهم، ونعاون دوك الناس، دوك الناس كيبقاو فيا بزاف. انا رسالتي الاخيره لجميع المواطنين اللي تيستجبوا لينا، والناس احنا عارف بان الناس المغرب الناس ديال الخير والكرام ومعروفين عليهم الكرام. الرساله تمنوا ان نلقاو واحد الصدى كبير من الناس على هذا النداء اللي توجهنا به اليوم كمنظمه ديال الاغاثه. بغينا الناس كلهم يوقفوا معنا، لان محتاجين اننا نوفروا الترونسبور باش نقدروا نوصلوا للمناطق الجبليه، بحكم اننا يعني تنمشيو، يعني اليوم تنمشيو عند هذا يساعدنا، غدا عند هذا، حنا محتاجين اننا نوفروا ترونسبور للجمعيه باش يساعدونا. محتاجين ان الناس اللي عنده شي ملابس يقدر يساعدنا بهم يتصل بينا او يرسلهم لينا للمنطقه ديالنا مدينه ميسور، حنا غنبقاو على تواصل. جديده او قديمه اي حاجه يقدر يساعد بها الانسان راه غادي تعاوننا حنايا، الفراش جديد قديم اي حاجه غادي تساعدنا حنايا. حنا تنعاودوا الملابس، الناس مساكن ما كيتشرطوش، الناس مساكن ما تيتشرطوش، وناس ديال الكرم مساكن ديال الكرم، ولكن حالتهم حالة الله. يعني حنا تنوجهوا اننا نداء الناس يساعدونا، حنا في الخدمه ديال هاد الناس هادو. نتمنوا ان يكون صدى كبير من الناس ديال المغرب يساعدوا في هذه الحمله ان شاء الله. هاد الناس فاش كيشوفوكم جيتوا عندهم كيكون الرد فعل ديالهم هما؟ الناس تيفرحوا بينا صراحه الله، تتشوف ناس ما عندهمش ولكن تيفرحوا بينا. بحكم القافله الاولى اللي كانت زارت منطقه ولاد علي ويوسف، انا لاحظنا الناس مساكن تتلقى عندهم يعني الغلم قليله مثلا، ومساكن منين مشينا وزرنا المنطقه ديالهم تيدبحوا وتيوجدوا تيرحبوا بهاد الناس اللي جاوا عندهم. علاش؟ لانك غادي شاد الطريق، غادي تقدم واحد الخدمه انسانيه، يعني ديك الفرحه اللي تيشوفونا الناس بها راه ما تتوصفش. يعني الناس ديال الكرم خصوصا الناس اللي في المناطق الجبليه، وان الله لا يدع زغم احسن، داكشي اللي كاين ان شاء الله. شكرا على